سعداء جدا بوجوده بحذنا اليوم السيد زيد غناي عن التيار الديمقراطي باش نحكيه برشا على الأوضاع اليوم اللي قاعدة صاير على موقف التيار بالطبيعة مما يحدث ومن التحوير الوزاري والجلسة العامة اللي باش يتم في القريب العاجل على للمصادقة على هذا التحوير، وأيضا هل هو خطوة لعرقلة فعلا الحوار الوطني وإلا لا هذا التحوير، وما صحة اللي قاله هيكل المكي أيضا أنه الكتلة الديمقراطية لن تشارك في الحوار الوطني إذا تعدى التحوير الوزاري. صباح النور، اهلا وسهلا بك زياد ومرحبا بك. صباح النور، اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه وتحيه لكل مستمعات ومستمعيدي ونفهم. اهلا وسهلا بك. قبل ما ندخل في المواضيع هذه قوس نحب نفتحه وبعد ندخل في مواضيعنا. سالت انا السيده ايمن الزغلامي كي حضرت معنا البارح في الهاتف على مساله البيان الشديد اللهجه اللي ادان به رئيس مجلس النواب الشعب العنف الصادر عن نواب ائتلاف الكرامه. قلت لها بالحرف الواحد انا اتساءل علاش رئيس مجلس النواب الشعب يدين العنف من جهه نواب ائتلاف الكرامه وما ادانش العنف من جهه انور بشاهد وقت اللي سب ام سيف الدين وهي مازالت كي توفات عندها نهارين. طبعا اجابتها كانت واضحه، نحب نعرف انا اجابتك انت سي زياد عن التيار الديمقراطي. هو في المواضيع هذه ما فماش اجابه وراي وراي مخالف، فما معطيات. طيب قبل بيوم كان فما تعطيل لمكتب مجلس ولايف موجود، وقبل اليوم هذاك كان سنكسر انوفكم وتهديد مباشر بالعنف ولن تمر على خلفية هاك النقاش اللي دار على إدانة التصريحات متاع العفاس اللي استهجنوها معظم التوانس واللي فيها التقسيم ورفضوا أنه مجرد مكتب المجلس يتداول في العملية، وبالفعل فدارت العملية في مستوى لجنة المرأة، في مستوى لجنة المرأة رفضوا أنها تصير، هذه بلجة رفضوا انه يصير مجرد نقاش وهذا، فما كان انه الا انه يخرج الخروج نتاعهم من المقر يعني من المكتب اللي كان موجود فيه منعقده في لجنه المراه الى حدود البهو المجلس في حدود تقريبا 50 متر. السب كان في كل الاتجاهات، وانت كي تتبع الفيديو الاخراني اللي تحكي عليه في الحادثه الاخرى هو سب لبوه، والسيد هذاك انور بشاهد اللي بوه متوفي من عمره 5 سنوات الله يرحمه، وحتى الطريقة اللي سب بها زميلي أنور الشاهد هو صح عليهم طاحوا مع أنور الشاهد يعني، لأنه كانت ربما الإجابات في علاقة بين معناتها ببعض العناصر أو كانت عناصر أخرى في الكتلة الديمقراطية يمكن تكون إجابة أكبر والناس ما تنجمش تضبط أنفسها، لأنه كل أنواع الاستفزاز رينا للأسف زميلنا أنور الشاهد يعني قال فأجابوا، ثم بعد ذلك وكأنه كل شيء وقف وكأنه كنا قاعدين وفقط أنور هو اللي سب له سب يعني والدة سيف الدين مخلوف، في حين كان هذاك بعد دقائق من السبان المتواصل يا أرطب يا يعني خليني من المواضيع. وبالمناسبة السبان ما توقفش حتى بعد يعني وإحنا معتصمين وسبع أيام وحديث، أنا نقول لك فما نائب شعب يوصل في وسطهم لا توا شوف العركة ذي في بالي من ورانا، والناس هذوما فصلنا فيهم وما عادش نحسبهم اللي هم موجودين أصلا، لكن يجيك وإحنا معتصمين يقول تصور نائب شعب يقول بالله النائبة اللي معتصمة في مجلس نواب الشعب رجلها وين يأكل يعني الحضيض، شفتوا الحضيض وراهم غادي خلي اسمعني شوف احنا هذيك اللي يهمنا هو مجلس نواب الشعب واللي يهمنا مؤسسه مجلس نواب الشعب، هلا غالب بعض الاحيان تتسلل بعض المجموعات المتطرفه، تعرفوا اللي هتلر طلع بالديمقراطيه في وقت ما وقت طلع جويرينغ وغوبلز وهوملر هذوما اخطر ما فما في الحزب النازي، طلعوا في اول انتخابات ثم بعد ذلك ولات الكتله فيها في انتخابات اللي بعدها فيها حدود 80 نائب على الحزب النازي الالماني، يعني هذوما يكونوا موجودين الهدف انه ما ننتحوش في الغلطه نتاع المانيا والفاشيه الحقيقيه اللي هما الناس هذوما يقع عزله، وذاك علاش حاربنا واعتصمنا اكثر من شهر وكنا في اضراب جوع باش المجلس يبقى ذلك الموقف المبدئي، رغم اللي نعرفوا انه هنالك حسابات قويه بين رئيس المجلس وهذه الجماعه. حفظ هكا باقي متواصلين انتم في السب والشتم، وهكا توا انت شبهته بالنازيه معناها تشبيه سياسي وين سب وشتم تو شو ما سمحت تشبيه سياسي ما وشتم شو هذا ما نبطلوا معنا شيء سياسي زاد فرق وزاد باش نفهموا روحنا حفظ شكر رجاء نجم تشبه بكل شيء، اما النازيه نعرف وش معناها وش عملت النازيه في العالم فهمتي عمرها ما كانت موقف سياسي، راهو اجرام راهو عنصريه راهو اللي تسميه الكل اللي صار في حرب عالميه ثانيه كامله مش شويه شكل النازيه مش شويه ما يخلطوش يعملوا حرب عالميه، لكن الفكر هو نفسه النازيين موجودين في كل انحاء العالم. زياد غالي تفضل رجاء ما تسالش انا ما سبيتش انا فكري انا ما سبيتش وسع بالك وسع انا راني كيقول كلام كيما هذا مش على حاجه انا نقول راهو باش نحب نوصل لهدف معين. زياد انتوما كلكم رجاء كل واحد يزم يخفض شويه ويهدي شويه ويحترم شويه ويقدر خاصه الناس اللي انتخبوه. زياد راهو الناس اللي انتخبوكم مش باش تمشيو تسبوا بعضكم باش تصرفوا بالطريقه هذيك،
وراه زياد زاد نقول هالك بصريح العبارة انتم زاد كتيار ديمقراطي بعض الأسماء فيكم انتم كان عندها دور، فاكر المباشر، فاكر الكلام اللي يتقال الزايد اللي مش في بقعته، فاكر الاتهامات، فاكر الرشق اللي صار الكل على امتداد السنوات الفارطة الكل، راهو كان عنده دور في تهيئة المناخ هذايا والأجواء هذه. أبدأوا بالأوتو كريتيك متاعكم، ما فيها باش واحد يعمل نقد ذاتي ويقول أنا راني نحب نغير من نفسي ونحب نبدل لغة خطابي مع التوانسة ونحب نبني البلاد هذه، ما نبداش في العرق وفي الضرب وفي التهديم. هذا هو المطلوب. شوف احنا نظلنا لأكثر من شهر نضال السلمي في اعتسام أعلى درجات السلمية وفي تجاهل تام، ورغم هذاك دخلنا في إضراب جوع اللي كان ينجم يكلفنا الصحة متاعنا، ونعتبر أنه كل الخلاف السياسي، حق الاختلاف هو حق دستوري، أني أنا نواجه وننقد سياسات في العمق وبقوة، هذا مهم جدا. الفرق هو أنك تنقد أشخاص، العبارات اللي كنت نحكي فيهم والطريقة اللي يتعامل بها هذا الطرف اللي كانت نحيله العنف من خطابه ما عادش يبقى في حد شيء، عفوا ما كانش عمره وما كان خطاب التيار الديمقراطي، وانا متمسك بهذا التوصيف. وحتى اللي كنت نحكي فيه هو قراءة تاريخية لتجارب بلدان مقارنة، كل تجربة عندها القصة نتاعها، وانا نعتبر انه خرجت جماعات معينة في تونس واستنفتها الدولة الهبية بعد ما كانوا يحضروا في البلاتوات. حذاري بين الحق في الاختلاف وانه التوصيف السياسي، وانا مانيش قاعد نقول يوحى الي ولا كلامي مقدس، انما قاعد نلتزم بتوصيف سياسي ما هذم الاطراف، وأنا أقولها بكل وضوح وبالمناسبة فصلنا فيهم، وبالمناسبة نعتبر أنه هنالك مشاكل حقيقية أكبر منهم، ونعتبر أنه ذلك البيان كافي، كان كافي بالنسبة لنحن لعزلهم، لأنهم هذم الأطراف كان لابد أن يكونوا يبد أن يقع إدانتهم بالعنف، وبالمناسبة ما كانش كان معنا نحن راه يعني عملية هو عبير موسي الذي يعني اللي تتصور في بالك، معناتها عملت اللي تتصور في بالك وعطلت عمل المجلس واللي كان عندنا موقف إدانة منها إلى آخره، لكن تشوف ساعات العبارات التي يتوجهون بها. يعني انا قلت انا كنت نحكي على توصيف معين سياسي، خليني من العبارات الاخرى اللي ما استعملتهاش واللي يقع استعمالها كأنه سيجار في حومة، مع احتراماتي لولاد الحومة اللي عندهم جملة من الاخلاقية تخيل من الناس هذوم. رحاب المجلس ما هوش حومة، ما تكسر انا كل حاجة كل من كل مقام لكل مقام مقال، واحنا كما قال حافظ الهدف بصراحة بينا احنا اللي قاعدين نشوف فيه من احتجاجات زياد، يخلي المفروض الطبقة السياسية تنأى بنفسها على كل سب وكل صراع ينجم يكون شخصي والا حتى صراع بين الاحزاب. يا رسول الله الناس باش تموت بالشر وتموت بالجوع، واحنا نتسابوا في داخل مجلس النواب الشعب، وانت بيك وانت عليك وانت ما عندكش وانت زاد وقيت معقول بشؤون الناس. باش نحكيوا على الاحتجاجات وموقف التيار الديمقراطي مما يحدث بعد الفصل. برايم ببليسيتي وراجعين. L'invité du jour. رجعنا لكم في ضيف اليوم سيد زياد غنايا عن التيار الديمقراطي، نحكيه على الأوضاع اليوم والاحتجاجات اللي صايرة توا والاشتباكات بالطبيعة اللي صايرة بين الأمن والناس المحتجة، الشباب المحتجة، فيهم القصر فيهم غير القصر، في الليل وفي النهار، وكل هذا خلى اللغط كبير وفما توصيفات مختلفة من كل حد وصوب. ولكن الأكيد أنه الأحزاب السياسية، سمحني في الكلمة، ديما تحب تركب على الأحداث، ديما تحب تركب على الأحداث. اللي ريناه في الجلسة أمس، اللي ريناه في الجلسة أمس، معناها نسأل كأن عليه، هل هذاك يعكس التواصل بين السياسيين وبين الشباب الشارع اللي خرج؟ أول حاجة ما ليناش حاجة واحدة في الجلسة العامة، لينا أكثر من مداخلة، بالتالي نجموش نقولوا اللي ليناه كله في الجلسة العامة، أكيد جملة من الأحداث. شوف راهو بالله خلينا نفرقوا بين زوز عمليات ساعة في المطلق، راهو فما إذا كان تحدثنا ركوب، وإذا كان ما تحدثناش ماناش منشغلين بمشاكل التوانس، فما حل وسط، فما اللي يقول لك راهو حزب سياسي أنا وراء العمليات، ولا أنا اللي محرك الشارع، ولا أنا هذوكم راهو مجموعات تابعيني، فهو بهذه بالضرورة راكب. لكن اللي يتفاعل مع العملية فهذا صلب ومحور العملية السياسية. إذا كان سياسي ما يكونش موجود ويتحدث في هذا الموضوع ويتحدث بعمق
وبفهم، خصوصا نحن في رمزية، أنا قلت البارح بخصوصا نحن في رمزية 10 سنوات بعد الثورة، هذه الأحداث تأتي والناس في مخيلتها واضحة قبل 10 سنوات ما الذي تطور، شنو اللي بقى نفسه وشنو اللي تراجع فيه. بالتالي السؤال الذي يطرح، أين رئيس الحكومة؟ السيد رئيس الحكومة، لو أنا لو كان يمكن أن يكون يوم واحد حاضر فيه رئيس الحكومة لكان ذلك اليوم. رأى أنك تكون حاضر في مجلس النواب في اليوم هذاك، ما شنو عندك دولة أخرى تحكم فيها؟ توجهكم ثلاثة وزر. لا لا، نحكيه على سياسة عامة. أول حاجة ساعة ثلاثة وزر وزير الدفاع، لا أفهم معناتها عملية أن يكون موجود وزير الدفاع. هك أنت ما أنت مباشرة وقت بعد ما أقلت وزير الداخلية حطيت نفسك وزير بالنياب. إيه معناتها أنت عندك تصورات، ولا تقول نعطي الخطاب متاعي ثم نحضر مدة معينة وبعد عندي الالتزامات، صح، لكن انك ما تكونش حاضر تماما. وبالمناسبة هذا رئيس حكومة يتهرب من التصريح، تصريحاته الإعلامية يقراها من الورقة، طريقة التواصل متاعه طريقة ضعيفة جدا، هو مش سياسي في منصب وفي سياق سياسي بامتياز، وهذه الأغلاط الكبيرة بلاك ولد الإدارة. أنا ما ناديه بحياد الإدارة، لكن المناصب السياسية راه المفروض في الحالة هذه يكون فيها سياسي بامتياز. أنا أقول لك نعطيك مقارنة بسيطة جدا بسيطة جدا، شوف ما احنا وين بالضبط. لجيليجان 9 أشهر، وضعية المواطن الفرنساوي أفضل بكثير من وضعية المواطن التونسي، احتجاجات قوية بالمناسبة، فيها الكاسور، فيها كل شيء، فيها كل حديث العنف اللي موجودة. شو يعمل رئيس الجمهورية الفرنساوي اللي هو في نظام رئاسي في فرنسا؟ يعمل حاجة اسمها لو غران ديبا، تفتح نقاش واسع مع كل الأطراف، أحزاب سياسية وغير أحزاب سياسية، ويكون الحوار السياسي أمام العلن وأمام الناس جميعا. احنا عندنا رئيس حكومة يقرأ في ورقتين، يعني اللحظة أكبر منه، المنصب أكبر منه، ال- 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 الواقع السياسي الآن الذي قاعد يتطور راه محتاج منا كسياسيين جميعا تقييم شامل. وهذا كان من المفروض أن الحوار الحقيقي الآن في المجتمع ينطلق البارح، هذا كان حوار في غياب رئيس الحكومة. شوف أولا وللأسف بنية الهروب. أولا سي زياد كما تحكي أنت على رئيس الحكومة اللي يقرأ من الورقة، صحيح يقرأ من الورقة باش يحضر كلامه وينتقي كلماته، خير ما يقول يبطى شوية، تعرفش معناها يبطى شوية، فهمت؟ ثانيا تفكرتهم ليه فهمت؟ يشد لسانه يشد لسانه. ثانيا تحكي على الجيلي جون، الجيلي جون راهو في ظروف غير الظروف توا. احنا صحيح كان جات موافقك 100% انه توا راهو انطلق حوار وطني كبير وكذا، لكن ترى الظروف الصحية اللي بتمر بها البلاد تاع حوار وطني وتتلم ناس، استحالة تامة في الظروف هذه، هما زوز من الناس توا كيتلموا واحد منهم باش تعدى، فهمتي؟ معناها احنا توا في وضع صحي خطير وخطير جدا، ماهوش متاع انك تلم ناس 400 و500 واحد في صالة ونحل حوار وطني ولا نعمل استشارات جهوية ولا ننطلق فيها. للأسف الشديد لكونديسيون اللي جات كلها توا في الأشهر الأخيرة الكل مخليتها هي تقول انت الريح الكل ضدنا، كل مش ضدنا معناها بالمعنى البسيط، لكن خذوا في معاني الكل. اولا ضدنا مع في مع الرئاسه اللي تحكم وحزامها السياسي، وضدنا حتى المعارضه، لانه الناس كل ولات في قفه واحده، فلي كونديسيون اللي عايشه فيها البلاد هذه يستحيل كان واحد عنده حل سحري. مش هكاك، نحن 12 مليون نحطوا يد واحده والكل وشوف نجم ونخرج ولا ما نخرجوش منها، مش كي تقولي معارضه ولا تقولي كذا. اذا احنا نحب حاجه بركه، هنا باش نقولها لك انت بديت على الخطاب، بديت على الخطاب رجاء، وانا نتوسم فيك برشا خير، لانك ما شاء الله عليك انسان رزين وعاقل ولغتك مرتوبه وباهيه وكذا. الله يخليك يا خويا، غيروا لنا الخطاب نتاعكم. انتم بيتكم كمعارضه غيروا الخطاب نتاعكم، احنا في حاله حرب معنى الكلمه، احببتم ومكرهتم في حاله حرب، معناها كل شيء باش ينفلت، اللي تبناه في 10 سنين باش يطيح. غيروا خطابكم، ابنيو لانه لا مالوريزمون اللي قاعدين تعملوا فيه توا قاعد يهدم. يعني هذا تقديرك، اللي قاعدين نعملوا فيه غادي هدم مش صحيح. المعارضة في الديمقراطية الصحية تكون عندها خطاب واضح وتقدم البدائل، وإذا كان نعتبره أنه خطاب ذلك المعارضة هو جزء من التهديم، لأ احنا ماذا بينا كمعارضة نلقاو شيء نعارضه؟ لأنه أنا عاود لك حاجة أخرى، بين أنك تقرأ ذلك الخطاب من الورقة وبين يبطى شوية، فما عالم، العالم فيه عالم اسمه عالم التواصل. اليوم الجماهير منتفضة بعد 10 سنوات وقعهم واقع مرير، أنا كسياسي مطالب اني عباراتي تكون منتقية بشكل جيد ولكن تذهب الى العمق.
بورقيبه يعني تي احنا ما فهمتش انا يعني دوله يكون كان فيها رئيس جمهوريه بورقيبه 30 سنه في احداث الخبز في واقع متاع بعد 80 سنه وانتفاضات كبيره الناس كل نجم اللي بعارض بورقيبه واللي ضد واللي قاوموا جميعا تشهد له انه رجل سياسي رجل الحسم ليه كنا الدرس في هذه العمليه بالذات انه اللي يتولى المقود لابد ان يكون سياسي طيب. لانه السياسي عنده خدمه بتاعه طيب. السيد هذا خارج الموضوع بالمناسبه الحيله الوحيده الذي استعملها هي حيله قديمه جدا هي الخلط الممنهج في خطابه بين الاحتجاجات والعنف لانه فما قواعد معينه فما حتى احتجاجات في العالم من ماي 68 اللي صارت في فرنسا وخرج دوغول للجيلي جون هذه في العالم نتحدث والا في تونس في احداث الخبز في 84 او 78 او احداث 2011 ما كانش فيها عنف العنف دائما يكون موجود الأهم للسياسي أنه يلقى التوليفة للإشكاليات الاحتجاجات هو تحدث كثيرا عن أحداث العنف وقت اللي حتى حد ما قال أنه الدولة ما عندهاش الحق يعني تتصدى لأي عمليات سرقة وتجاهل تماما أي حلول اجتماعية اللي بالمناسبة راه هو في نهاية الأمر من 1 سبتمبر لحظة الوجود نتاعه إلى الآن لم يتحدث على خطة لدور الدولة الاجتماعي الذي اليوم يعني الدولة مستقلة منه نهائيا الدور في على المستوى التعليمي نحكي له عن 100,000 مقاطعة دراسة سنوية صحيح هذه مسألة ممتدة من 2011 إلى الآن لكن هو موجود وكان من المفروض بوجوده ويعطي جملة من الحلول على الأقل حلول لانه نعرف ما هي اشكاليات الانقطاع المدرسي اللي مربوط جزء منها بالنقل المدرسي وكذلك طيب. المشاكل نتاع البنيه الصحيه الان ما يحدث الان من تخبط بالتحويل الوزاري ودخل وزير الصحه وخرجوا في وقع الازمه هذا والتخبط في التصريحات والتخبط في علاقه بمن معناتها يعوض من داخل الوزارات جعل كذلك حاله الاحتقان تتواصل ونحن في خطابنا البناء كالمعارضه علينا ان نشير لهذه النقاط لكي يتوجه رئيس طيب. الحكومه ويجيب عليه بالتالي نعتبر نفسنا خطابنا بناء ولا يمكن أن يدخل في أي شكل من الأشكال في التهديم تونس معنيين بها اليوم والبارح وغدو نعيب زماننا والعيب فينا ومالي زماننا عيب سوى اللي تعيب فيها على السيد رئيس الحكومة لو تسقطوا على الأحزاب وعلى رئيس الدولة وعلى رئيس الدولة اليوم رئيس الجمهورية كيف مشى قابل الشباب في منين أعطاهم حلول بالعكس قالوا أنتم اقترحوا حلول أعطينا الحلول اليوم الأحزاب وقت اللي تحكي وقامت وعملت خطابات كبيرة برشا في مجلس نواب الشعب أعطت حلول بالعكس تعرف باش متهمة اليوم الأحزاب متهمة بالقول لا بالفعل متهمة بخطابات جوفاء بعيدة كل البعد عن رؤى عملية بعيدة كل البعد عن برامج عملية تنفذ خطابات فيها برشا من الأحزاب اللي تكفري على التهريب وعلى المهربين اللي تكفري على الفاسدين وعلى الفساد اللي ما عندهاش شفافية واضحة في الخطابات بتاعها واللي ما هيش ملتصقة بالجماهير كل ما تصير مناوشات كيف ماكا الأحزاب تجبد روحها ترى عطيني الحزب اللي هبط والتحم بالشباب هذايا وما خافش على روحه في الحوم الشعبية ولا في المناطق الجهوية اللي نائبوا فيه السيد رئيس الحكومة موجود في الطبقة السياسية وموجود في الرئيس الجمهورية أعطيني شكون عمل الخلاف مهم جدا انه ساعة نوصف العملية كما هي انه فما برشا ناس ولا اطراف سياسية غالطين هذا ما يعنيش انه الماسك لو عنده 80% من الصلاحيات لكن تبقى هابش نقول لك احنا في علاقة بموضوع ما هو مشكلة هي التهميش والبطالة هكا ولا نعتبر من اهم القطاعات اللي كان يمكن انها توفر مواطن شغل لهؤلاء الشباب هي تمر عبر اسلاح زراعي احنا في 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 بوجود مرور سيد غازي شاويشي بوزارة أملاك الدولة كان هذا الهدف وكان الهدف هو جعل من وزارة أملاك الدولة وزارة اقتصادية وقام بإصلاحات على مستوى التشريعي بالمراسيم ولا على مستوى ولا على مستوى يعني فهم لطبيعة يعني تلك الملاك اللي ملك الدولة اللي مهملة ومحاولة تقديمها للشباب ورغم اللي في بعض الأحيان يعني يراو إنه هو تنجم تتفهم إنه العملية يعني شراء ذمم ولا آخره وباك تعرف يعني في نهاية الأمر لكن هانا غادرنا وذلك المشروع يعني حطيناه هذاك بقى لتونس ما بقاش لنا إحنا وفي نهاية الأمر أنت باش تنهض باش تنهض بأملاكك وباش تنهض بواقعك الجغرافي والناس هذوم المهمشين وفي الجهات الداخلية عندنا أراضي صالحة للزراعة فمن الممكن أنه من خلال هذاك يوفروا مواطن شغل عفوا سيدي الكريم أنا كنت كل مرة تكون هناك أزمة إلا ونتحدثوا على أساليب تنقية المناخ إيجاد جملة من الحلول الإدارة في علاقة بالإدارة كم تحدثنا على الإدارة وقلنا أنه المعطلات متاع الاستثمار وواقع الإدارة والبيروقراطية راه هو
المشكل في علاقة ب يعني تطور وعجلة الاستثمار وخلق نمو. فاهمين انه اليوم دخلنا في مرحلة متاع كوفيد، احنا دخلنا الحكم في مرحلة متاع كوفيد في سنة 2000 بداية يعني مارس 2020، بعد ذلك صارت العملية السياسية بالطريقة اللي نعرفوها. يعني اليوم كان حدث استثنائي، لكن المشكلة الآن مع هذه الحكومة وحتى ذلك الخطاب اللي يمكن من الناس ترى فيه رؤية، لأن وراءه في الأخر عارفين الناس كل اللي مش بتعطيني هنا هنا، وأنه العملية مش عملية مطلبية مباشرة، الناس تطلب في وضوح رؤية، تطلب في توجهات عامة، هاي الدولة فينا سياق ماشي. للأسف يرون أن الدولة ماشية في سياق مختلف تخدم في مجموعة في جملة من الأقليات اللي محتكرة الثروة. تحبون أن نكره في تونس برسك نختم ويظل يختم معاش عنا. فقط حبيت سؤال، أنا أنت جبت على رئيس الدولة وجبت على برشا أشياء، زيارة رئيس الدولة للدكاترة المعطلين، حب نفهم ندرى أنتم كلمكم رئيس الدولة جماعة التيار الديمقراطي باش تمشوا معه والكتلة الديمقراطية، وإلا سمعتوا به مشيتوا؟ لا، كانت العملية احنا موجودين في مشينا غدوتا احنا وقتها في الليل هذاك نحينا الضرب الجوع نتاعنا، انتقلت معناتها رغم صحتها معناتها بالمناسبة نتمنى الأستاذة سامية ترجع معناتها في صحة وعافية، انتقلت رغم الظروف الى الاعتصام، لانه سمعنا انه فما حالات خطيره جدا وفما ناس دخلت في اضراب جوع وحشي، ورينا العمليه بذلك الطريقه. فاتصلنا احنا بوسائل الاعلام واتصلنا كذلك برئاسه الجمهوريه، فيعني لبات رئاسه الجمهوريه يعني دعوتنا، وقلنا انه الواقع قد معناته كان وكنا على مش رئيس الجمهوريه في شخص، وانما طلبنا مصالح الجمهوريه باش يقولوا انه خاطر مش هز التليفون كلم رئيس الجمهوريه، فحضر هو في شخصه يعني بسرعه، وكانت يعني على بعد يعني خطوات من كارثه كبيره، لان نحكيوا على ناس على مدى 6 اشهر في اعتصامات ويضرب جوع ووضعيه مهتره، وجات معناتها النجده في ذلك الوقت ومشاو يعني الاطباء علقوا الاضراب نتاعهم مشكورين في انتظار انه يقع حل لمشكلتهم. هذيك هي البلاد، يعني كان ما قريتش مشكله، كان قريت مشكله مو محتاجينها. شوف بعد 10 سنين محتاجين اصلاح هيكلي، راه الناس لازمها تفهمها، ويبدو لي خلينا نكون واضح انه هذا الاصلاح الهيكلي بعض النخب السياسيه استوفت كل الشروط باش نقولوا انها مفلسه فيه وما عندهاش حتى قدره على تغييره. شكرا لك. كان انها بالتنجم تقترح على الامن التونسي ان تكون عندها معناتها جهات امنيه موازيه في وضع يشبه تورابورا، معناتها الناس تعيش في عالم اخر في عقليه اخرى، وحتى مقولات مهمه في بناء الجمهوريه اسمها الامن الجمهوري. رجعكم على خاطر منطقيا مش يولي اختبار في الشارع، كل واحد شكون عنده ناس، اذا تو النهضه باش تهبط بقواعدها وكل الشارع وتبدا تسجل حضورها، بالنسبه لكم انتم التيار الديمقراطي ما عندكمش حق. يوجعنا كثيرا حال تونس وقت اللي يجي اي طرف سياسي يحب يعيد تجارب اللي شيء يفجعنا، يفجعنا ويخوفنا على تونس انه يجي طرف سياسي ويحب يدخل ميليشيات على طريقه 9 افريل هذيك وقت اللي جاوا يضربوا في المواطنين التوانسة ميليشيات. أمن أسسناه في بداية الاستقلال، أمن جمهوري يحتكر العنف، هو يحتكر العنف الشرعي اللي هو عنف الدولة، يمكن في بعض الأحيان وفي كثير من الأحيان عنا مع مشكلة مع سياسته، لكن لا يمكن أن نقبل بأي حال من الأحوال. وبالمناسبة أنا أطالب رسمي أو من ممرك وزارة الداخلية أن تخرج بيان في علاقة بالتصريحات بتاع رئيس شورى مجلس حركة النهضة واللي قالوا خطير في علاقة بالأمن الجمهوري، ومن يحمي التوانسة هو الأمن اللي يخلص من ليزامبو بتاع التوانسة. ويقول لك نحمي الممتلكات، يحمي ممتلكات الجيش والأمن، يحمي الممتلكات. ها ما صارش الجيش والأمن، ها ما صارش، ها بتحرقوا يلا ما لا تنجيبوا كل واحد، نكلم كل واحد جماعة مسلحة، جماعة مسلحة شو المشكلة؟ ما يحمي خليه يحمي، ونكلموا كل واحد نفرقوا سلاح على الشعب، وكل طرف يهبط بالميليشيات نتاعو، وهي ترابورة كهو معناتها نسقط هذه الجمهورية نهائيا ونعطيها لعبد الكريم الهاروني نشد رئيس الجماعة. يعني شوف راهو خطير راهو الشيء هذا، راهو الناس لازم تفهم شنو تقول وشنو تحكي، وين كانت الانحرافات في دول أخرى، والدفاع على هذا نعتبره راهو من باب الخطورة والتطبيع مع منطق غريب جدا عمرنا ما دخلنا فيه في تونس. قبل كانت فما ميليشيات البرقيبة ما كانش يستعرف بها، لكن كانت تتحدث معارضين انها كانت موجوده. ما نحبش نذكر بتجارب اخرى خطيره في العمليه هذه، لكن نقول انه السيد يسحب اول حاجه التصريح نتاعه مباشره ويعتذر عليه، وثاني حاجه وزاره الداخليه كهي محتكره لعمليه الامن والدفاع الشرعي على التوانسه
انها تصدر بيان وتدين فيه تلك التصريحات. هو راهو بين قوسين، انا ربما اكبر منك وعشت تجارب مماثله وقت كان ثم اختار يهدد البلاد. كان عندنا حزب واحد اسمه الحزب الاشتراكي الدستوري ومع التجمع وغيرها، والميليشيات نتاعو كانت تهبط في الليل باش تحمي البلاد من برشا حوايج. هذا عشناه وشفناه. ما انا حكم الميليشيات، انا قاعد نفهم انت قاعد تنظر لحكم الميليشيات. مش نظر، انا نحكي لك للتاريخ خاطر انت جبت التاريخ قلت بورقيبه. التاريخ جزء منه حاجات سوداء. ايوه التاريخ قلت بورقيبه. لا قلت بورقيبه لا قلت باش نقول لك بورقيبه ايه. طيب انا بورقيبه ايه. بالله في ثواني بعطيك اسامه في ثواني. تحليلك هذاك تحليلك، لكن ما ترش انه النيه سليمه، النيه انه فيها خير، انه نعاونوا في حمايه ممتلكات الناس. انت ما تنكرش فيهم بعض حوم وبعض الديار خايفين. الطريق الى جهنم مملوء بالنوايا الطيبه. شكرا لك زياد غناي عبد التيار الديمقراطي عضو مجلس النواب الشعب في حضورك معنا اليوم وكل هذه الاذاعات. يعطيكم الصحه ميرسي. نقابل غدوه كالعاده من 6 ل 9 عشان هاكم زين. إبخان مع شكر الشيخ والشله من 2 للجمعه.